شرف صاحبك. سوان هدول شوية تعقد جابتنا ياهم ام درويش وبدرية. عن جد عم تحكي؟ عن جد عم بحكي. عن مدح لك بدورة ما سألتك عني. امبلا سألتني عنك، قلت لها اخذوا لتحت عنده فريدة لأنه مشاغب وأخلاقه تمام. ولك اخص عليك اخص عليك، انت من يوم يومك ما بيتسبب بهر فيك واحد نمام. انا؟ ايه انت يعني ضروري لو تسوي هاي اللوحة قدام بدرية. شو بدك يعني اعمل؟ يعني بدك يعني اكذب؟ ما تحكي يا يوسف، يلا بطل تعرف تكذب انت الثاني. شوف من يوم رايح لا تحكي معي ولا بحكي معك، انا بنوم كل المشاكل من تحت راسك. خلص يا عمري انت وياه، شو بكون يعني؟ ضاعت ولقيناه وما في داعي توصل بيناتكم للشيطان الرجيم، انتوا رفقالك شو بكون؟ ما شفت اصلا سوى سمعتي قدام مرتي وقدام حماتي. شوف زكي يظهر انت المنفردة ما ادبتك، انا قايم ناجي للشرطي خليني رجعك لهني. لك لا يا شرطي دخيلك بوسيدك خلص التوبه ما عاد عيدها. ماشي الحال يا زكي انا بارجيك. طول بالك يا عمري خلاص انا بكفله. تكفله؟ ايه حط ايدك على شواربك. ها رضيت؟ ماشي الحال اكيد؟ ما اكيد. ماشي الحال يا اخي، تاني الخوف بخوف. اوعى كون ها اوعى حدا يغلط معي غير بالمنفرده ما بقعده. لك بنتي شو بكي؟ وقت ما رجعنا وانت قاعده لحالك وزعلانه وحاطه الحزن بالجرن، شو ما حدا انحبس غير جوزك لك امي؟ قومي حبيبتي قومي الله يرضى عليكي، غسلي وشك كلي لك لامي قومي. مالي حسناني؟ شو هالحكي امي؟ قومي الله يرضى عليكي. قومي حبيبتي قومي تعي 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 حبيبتي تعي. ابن عمي؟ مري ما يمر عليك ظالي. بدي اسألك شو صار بهدول المكاري اللي اشتريته؟ ما صار فيهم شيء، واقفين. شو السبب؟ مالهم شفرية. طيب شوف لك شيء اثنين يشتغلوا عليهم احسن مالهم واقفه. لنشوف هالكم يوم يا منبيعون يا منشغلون. انا وانتي يا سمراء والحب مدري وين صرنا وطار حلمي الفستقي ولك يا ريت الدنيا ساعة ونحنا عقربين تاكل ساعة بقلب ساعة نلتقي. لك شو بكم يا شباب؟ قلت لكم خلص بكرة أنا طالع من السجن ورايح لعن طيفور بك، استسمحوا رجعكم على الشغل؟ لا اوعك سليمة، نحن ما بقينا نشتغل مع طيفور نهائيا. ليش حتى ما نشتغل مع طيفور نهائيا؟ لك اخي قليل اللي سوا فينا، ما شفت نزعلنا مستقبلنا يا اخي. شلون يعني انت نزع مستقبلنا؟ لك مو فوتنا على السجن، صرنا خريجين حبوس ما عاد حدا يشغلنا. كمل ابو السلم كمل. عن جد عم تحكي امي؟ ايه امي عن جد هذا اللي صار. ايه وشو قلتي له انت؟ قلت له اتركني فكر. بس بيني وبينك امي انا يعني حابه اخذ رايك، شو رايك انت؟ هلا امي بعد ما ضيعتي عمري؟ بالعكس يا امي هلا احسن لانه انتوا صرتوا كبار. ايه امي بس طيفور متجوز حماتي. شو علي يا بنتي؟ يعني حماتك الاولانيه وانا الثانيه. صراحه امي انا هذا الموضوع ما عم يفوت براسي، وبيني وبينك بلش يسكر عداد مخي. بدكم مني شيء سيدي؟ انا رايح. لا ما عاد بدنا شيء، نحن اليوم بنطالعهم بعد ما ناخذ اليوم تصاريح. شكرا سيدي. الله السلام الله. عليكم. مع السلامة. الو. مين؟ لحظة لحظة لشوف إذا هون ولا لا. أمي أنت هون؟ يو وين بدي يكون لك؟ مين؟ المعلم طيفور على التليفون. معلم طيفور؟ طولي بالك. ألو
معلم طيفور. أهلين، كيف صحتك؟ ولك اشتقت لك يا روحي، دخيل هالصوت الناعم اللي أنعم من متور المازوت. صورتك ما عم تفارق خيالي، بفتح الطبون بشوفك قدامي، بصلح هالبواجي وبفكفكها بتطلع ايدي من الكهرباء من بين البواجي. ان شاء الله ان شاء الله. لك شو غيرت رايك مدرويش؟ اه لا يو شو غيرت رايي؟ بس يعني هلا قصدي يعني هلا مو وقت هالحكي. ايه نحكي بعدين. خلص خلص نحكي بعدين. بدي اسالك شو صار بشو اسمه بابني درويش وصهري زكي؟ ليش ما وصلوا لهلا؟ انا كرمال عيونك الحلوه رحت بنفسي وطالعتهم. ان شاء الله بنرد لك اياها بالافراح يا رب. مبسوط بحالك، حاجة زغرتوا له وتهيسوا له، ما هو أصل البلا كله. أنا أصل البلا كله؟ لك كل المشاكل أصلا من تحت رأسه هو. أنا ولا زكي؟ ليش مين اللي ضربه للمعلم طيفور على رأسه؟ لك أنا صحيح أنا اللي ضربته على رأسه، بس ضربته عن غير سبق إصرار وتعمد هديك. سمعتي أمي؟ كله من تحت رأس ابنك درويش. إيه؟ أصلا أنتوا المجاري، جارية من تحت رأسكم وما بتعرفوا شيء. اسكت، اصلا كشفت على حقيقتك، كلهم صاروا يعرفوك، وفسات حماتي كمان على علاته، فسد علي وخلاهم يحطوني بالمنفرده مع الفيران. هيك طلع معك يا ابو الزيه؟ طيب ماشي الحال، انا راح احكي كل شيء، وخلي الامور تتلخبط فوق بعض البعض، وهيك بتكون براقش جنت على نفسها. اسمعيني منيح يا بدريه، وانت كمان يا ام درويش، اسمعوني كلكم وفتحوا اذنيكم، كل المشكله اللي صارت من شانك انت يا بدريه. مشاني انا؟ ايه من شان جوزك المحترم يتلصلص على النسوان بالكراج. لك يا عيب الشوم عليك، وحده مره ماشيه لحالها بالكراج شو بدك فيها؟ لك قليل ادب جوزك. ايه كل الناس اللي كانوا بالكراج شافوه ما عدا المعلم طيفور كان عم يشرب شاي. ايه سكوت ولا حرف لا تحكي، يخرب بيتك. وكانت الحب والمغازله واللصلصه شغاله لابو موزه، والمبادله 100%. انا ولك ابو الدراويش رجاء ولا زكي لا تقطعني لحتى اخلص كلامي. ها لك بدورة بدورة حبيبتي، لا تصدق الحكي، هذا الشيء ما صار بنوب. حماتي الله وكيلك، الله وكيلك، كذب بكذب. كمل اخي شو صار كمان؟ انا شفت هالشوفه وصار العرق يزرب من عرائيط ادنيي، يخرب بيته. لك مرارتي تقطعت وتهتكت اعصابي وصرت اجهش بالبكى، ابكي واجهش. شو جهشت جهشان؟ وليش اخي؟ لك شلون ليش؟ شلون ليش؟ واحد عم يشوف بيت اخته عم ينخرب من جميع اركانه، ومن مين؟ من اقرب الناس له. اخ يا زكي كسرت لي ظهري، بس ولا يهمك يا بدريه، انا وصلت بالوقت المناسب لحتى امنع هالكارثه من انه تصير، ومن هون نشبت الخلافات بيني وبين زكي، وهذا اللي صار بالحرف الواحد يا اختي المقدوره. لك اخ شو الواحد بده يحكي؟ اتفي عليك واحد ما بتستحي. لك يا عيب شو مالك؟ عم تبصبص على النسوان وانا قاعده هونك لاني يمك. لك لا تصدق الحكي كله كذب بكذب، ماكل الصار. اخي درويش ما بيكذب ما بيكذب. حماتي حماتي الله يسترك فهميها، فانا بشرح لك كل شيء صار بالتفصيل. روح اليام امنه بالرجال مثل المي بالغربال، انتوا رجال ما بتقصروا اذا صح لكم شيء. لك انا الحق علي، انا الحق علي اللي بنت اتجوزك. حماتي ماشي انا كذاب واكبر كذاب. طيب المعلم طيفور ما بيكذب، روحي اسالي له شو صار. روحي انا ما دخلني تصفي ممكن له. ولا درويش ولا درويش، انا هيك عملت انا هيك عملت. في
عليك. الله لا يوفق، نزعت لي فرحتي من ليلة سعيدة. ليلة سعيدة.